السلام عليكم متابعي قناة صوت العدالة تي في. كما تشاهدون معنا المباشر هذا من وسط منطقة سيدي رحال إقليم برشيد، تشوفوا الكوارث العظمى التي تتواجد هنا في هذا المكان هذا وأمام مجلس مقاطعة سيدي رحال اللي غني عن التعريف. اليوم مقبلين على الصيف، تنشوفوا الأجواء ديال الصيف اللي غاد عباد الله تيجي والعائلة تيجي هنايا معنا الناس اللي تيديروا المعارض، تيديروا أنشطة، تيديروا بزاف الحوايج هنايا. غريب الأمر تنشوفوا عداش مشاكل اللي كاينة هنا مع السيد اللي غيعاود لنا شنو الأسباب ديال هاد المشاكل اللي عنده، اللي حنا تلاقينا مع غير صدفة، جينا هنا تلاقينا مع غير صدفة. بقاو معنا مباشرة. حاج مباشر كل اجي الحاج قدامي، قدم لينا راسك اجي قدامي هنا الحاج شويه عليك، ما تستريس ما والو، خلي تكون هكا تعاود لينا شنو هو المشكل اللي عندك. السلام عليكم، كنشكر هذه الصحافه الفنيه اللي غتنصفني وغتعاونني، لانه وقع عندي واحد المشكل، مشات لي كانت عارض وعندي مشاكل. خويا انا جيت لجامعه سيدي رحال على اساس كندير المعارض. انا الاسم ديالك انا الورد محمد من سيدي رحال. تفضل عاود لينا شنو المشكل. المشكل اللي وقع لي اخويا في البلديه، جيت عندهم قلت لهم ودي انا راه كندير معارض بحال الناس بحال هذاك هو المعارض. قالوا لي سيدي مرحبا، حنا غنعطوك الوراق سير وريك العماله. جيت اخويا الدوسي حطيته هنا، دفعوا لي العماله، ملي مشى الدوسي للعماله تبعتوا للعماله عند السيد لتحت، قال لي راه فوق الدوسي هذا العمل. طلعت الفوق تبعته خضر، رجع لبلدية سيدي رحال، ملي جا سيدي خويا البلدية ديال سيدي رحال الدوسي ديالي، جات لجنة، كان متجه لأنني العرض تيقول أرض محبسة، هذاك المعرض، هذاك المعرض محطوط، هذاك المعرض الآخر محطوط الأرض محبسة، بحالو بحالو، أنا غنملك مكان الأرض مع السيد، الأرض ديال الأحباس بحال بحال. كنمشي للاحباس، ملي كيقول لي كنمشي للاحباس، ملي كنمشي للاحباس كتقول لي الاحباس يا سيدي ما تبنيش وما ديرش الشجار وما ديرش البطوات، ارض ارض خويا دير اللي تبغي. ها اي حاجه بغيت ها من نبدا ها انا الاحباس ها الوثيقه ديال الاحباس اللي كنقول ها هي جبتها من الاحباس. الوثيقه ديال الاحباس ها هي ها هي 40 ها هي شنو تيقولوا فيها. كما تيقولوا انا متبيع انا صوت على سات تي في هنايا، هنا الاحباس عطاو هاد الورقه هادي قالوا لي ما تشوف شنو تقول، ولكن الغريب في الامر عاوتاني كنتفاجئ ان هاد الارض حاطه بحال بحالها. انا كنشوف ثاني واحد حرصوا عليا جات الرؤيه، حرصوا عليا من الضوء، حيت اجا من الضوء داروا معايا بحال كل حد كره من القانون عطاهم الضوء، وكنتفاجئ بواحد المجهود هنايا اللي جا عنده حمار ولا العاود كيقول لهم لا داعي لهذا الشيء هذا باش يتسمى ازاز على الجهاز. هذا شوف انا هذا الدرك الملكي، اسمع لي الحاج جهاز هذا الدرك الملكي ترى مالي لا عاد ما قلت عندك مشكل مع الجامعه اللي عندكم هنايا، انا ملي غنسالي ما كنمشيو للجامعه باش ناخذوا الحق الرد ديالي. شوف اسيدي انا هذا الشيء اللي وقع لي بحكا، هاد الناس قالوا لي انت جيت انت جيت لسيد العمل، وليت لسيد العمل كنلقى مدير الدوله الله يجزاه سيدي خير، زرتو شي خمسه المرات العام ما كاينش كتفضل بينا متاحب بينا ما خلاش الحوايج اللي ما دايرينش مرة أخرى. أنا ما داعي في السكر كيجيبك هنا خمس أيام سيدي العام ما جاش، عاود تاجر بواحد المكتب أخر تما كندخل عنده كيخليني واحد جوج سوايع وأنا واقف وأنا فيه السكر. الغالب مشيت عنده ثاني ملي دخلت عنده خسر لي جوج كلمات، درتي مع الجماعة خرج برا. كيفاش درتي مع الجماعة خرج برا؟ مشيت عنده هو مسؤول تو، ولكن الله تعالى ما غادي يخلص عليا الحال باش نكونوا واضحين في الكلام ديالنا. وجاتي العماله ديال برشيد ديال برشيد اشنو الرد اللي كان في العماله؟ الرد سيدي كان هذاك السيد الله يجازيه بخير، هذاك مدير الديوان رجل من عطير الخلق، رجل محترم، كيقول لك ودي العمل ما كاينش ربع ايام هذا العمل ما كاينش، تيجي العمل ملي تجد واحد بير اخر لا علم ديالاش بيرو قال له سير لهذاك مشيت ليه بقيتو قالك استنى ساعتين وحنا كنتسنى واحد النهار مشينا بحالنا، الغد جينا عنده بركنا واحد نص ساعة، واحد السيد صاحبي دخلنا عنده
بجوج كلمات اش درتي مع الجماعه؟ عطاك مد الورق خرج برا. عطاك شي وثيقه؟ لا سولوني وعطاني وثيقه والو، الا دخل عنده شي كلب وخرج برا جلس البحث. عبد الله الطراجين. انت موين في الدين المعريض هنايا؟ في الدين المعريض عند هاد الناس حاط في الارض، في الارض الحباس حاط فيها. وهاد الناس هاد الليل ما يبغوش يحط، ما يبغوش يجي ترخيص، يقول لي سير بحالك. لان هذا مول المعريض اللي كاين هنا تيجي هذا مول المعريض كيدير له 50 دار العام الاول، كيدير له 50 دار العام الاول كرا 150 دار وكرا اسيدي باش تدير 3 مليون. وهذا العام عنده 150 دار ودير لهم 3 مليون 450 مليون وديجا الناس اللي دايرين القهاوي وداك الشيء هي توصل 470 مليون. انت حاليا شنو هو المشكل الاساسي اللي عندك؟ المشكل الاساسي انا باقي لي غير العامل، اللي نشوف السيد العامل كاين اللي دير كاين اخرى. انا السيد العامل ربما هاد السيمانه يدخل وينتج لي، وإذا انتج السيد العامل عندي ما نقول وعندي ما ندير. أنا كنقلب باش نخدم أنا خسرت فلوس لهذه البلدية، ولقيت لي هذه البلدية السيد العامل ما يعرفش بحالي. أنت عندك مشكل مع شي واحد هنا في البلدية؟ لا أنا مشكل طول مع واحد في البلدية، أنا مشكل معاك. أنا جبت ناس اللي كاينين. هذا واحد طريسيان وواحد كيتعطي بها الدجاج، هذا هو اللي واحد ولا بلجنا، هما اللي كيديروا اللي بغاو وكيقولوا اللي بغاو. تستغلوا الصفه القانونيه باقي ما حتى حاجه انا هادو ما جمعوا سيدي سير بحالك. طلبات الجامعة. الجامعة الطلبة ديال الجامعة. الطلبة ديال الجامعة. غير حاولت تقول لنا. الطلبة ديال الجامعة. الأولاتين. يعني أنت دافع طلبات. عندي أوراق الأولاد أنا كنجيب الأوراق وكنقول لهم ما كنبغيش فابور. وتسمع أنا قلت لك ديجا حطيت الأعوان اللي دازت. ديجا حطيت في الأرض. الأرض ديال الأحباس ديجا حاط فيها. ديجا حطيت في الأرض ديال الأحباس. ماشي هذه الأولى. حطني صحابتي ودرت المعرض درت سيلكو وخد عام هذاك فاز سي بدر هذا العام جيت العام عاد العام تاع الحق طالب حق هذا المشكل اللي وقع ما عرفتوش علاش هاد الناس اش بغوا مني انا واش خسروا لي واش هاد الناس انا ما عرفتش المشكل بجامع عندك عدو هذا انا طول عام ولا كان عندي مشكل علاش نخسر الفلوس انا انا ما جيت عندك انا بغيت نسال بحالك ما تحط لا دوسي ما دير حتى حاجه شنو بقى لي ديك رساليك الاخير الرساله ديالي الاخيره هذا ما تجيش تسد العمل ما يجيش تسد العمل عندي ما نقول ان شاء الله الطول يدخل من الكاس غادي نمشي عند السيد العامل ولا ما نصدقش عندنا ما ندير وعندنا ما نقول شكرا باش تبعتوا معنا مصدق انا الصوت هذا لا سان تي في هذا المباشر هذا اللي تشوفوا السيد هذا اللي تيقول لك مضرور عنده عده مشاكل ولاش عنده هنا تنطلبوا من جهه المسؤوله يحاولوا يدخلوا على الخط باش يشوفوا السيد المشكل اللي عنده وتفك النزاع. حنا تلاقينا معاه غير صدفه هنايا ما كناش معولين زعما واش غنلقاو شي حاجه هنا غير صدفه تلاقينا معاه الى هنا متشبع قناه صوره لاسا تي في غادي ندخلوا الجامعه باش ناخذوا الرد ديالهم ونكونوا في اطار قانوني صيفطنا كصحافه صيفطنا ك مصور صحفي عن جد الصوت لاسا تي في. قام معنا المباشر الى اللقاء موعدنا مباشر جديد ان شاء الله تحياتي.